مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم الحصاد. كما هي العاده هيكون عندنا لقاءات على الهواء النهارده، هنتكلم فيها عن موضوعين، موضوع منهم موضوع اقتصادي له علاقه بالدولار وارتفاعه المستمر امام الجنيه، بالرغم طبعا من محاولات جاده وحثيثه ومشكوره من البنك المركزي للحفاظ على مركز الجنيه المصري، لكن مهما كان هناك يعني اتجاه لصالح الدولار غصب عننا بحكم يعني طبيعة السوق العالمي. هنشوف تأثير ده على القرار المصري وعلى السوق المصري وأيضا على المنطقة العربية، وهيكون معانا الأستاذ أحمد آدم الخبير المصرفي. هيكون معانا كمان فقرة تانية عن تنمية الثروة الحيوانية، وإحنا طبعا عاوزين نقلل سعر اللحوم في الأسواق، وده مش هيتأتى إلا لما يكون عندنا ثروة حيوانية محترمة نقدر نعتمد عليها وعلى وجودها بشكل آمن إن شاء الله. فبإذن الله هنتابع هاتين الفقرتين. أما الآن فهنلتقي مع نشرتنا المصورة وهيقرأها علينا اليوم الزميل العزيز محمد الرئيس. الرئيس يوجه لاحترام حقوق المواطن وتخفيض الأسعار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يوجد شيء يخاف منه أو يخاف عليه إلا الشعب المصري، وأنه يعمل على البناء والأمن ومحاربة الإرهاب الذي يهدد الأمة، مؤكدا أن من يؤمن بالإسلام والأديان السماوية لا يقتل، وطالب أجهزة الدولة باحترام كرامة المواطن، ووجه الحكومة بتخفيض الأسعار مرة أخرى. معاش شهري لصغار الفلاحين بمبلغ 500 جنيه. قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تخصيص معاش شهري لصغار المزارعين من مالك الحيازة الزراعية وعمال الزراعة بمبلغ قدره 500 جنيه بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو إحالته إلى التقاعد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنطقة المركزية العسكرية تطور البنية الأساسية لست قرى بالفيوم والمنوفية. افتتح اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عددا من مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكهرباء والتعليم، والتي نفذتها القوات المسلحة بقرى الخالدية بمركز أبشواي والمحمودية بمركز إتصا والجمهورية بمركز طامية، والتي تعد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم. الأقصر تشهد فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك. شهدت مدينة الأقصر فجر اليوم فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، والذي بدأ الساعة 5 فجرا واستمر حتى 7 صباحا، وهو الاكتشاف الذي رصده وتوصل إليه مركز البحوث الأثرية في جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، ويجرى الاحتفال به للعام الرابع على التوالي في احتفالية سياحية وفنية شارك فيها محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من علماء الآثار والفلك. شكرا زميلنا محمد الرئيس. ودلوقتي هنقدم لكم مزيد من التفاصيل حول هذه الانباء واكثر، وهنبتدي طبعا من لقاء الرئيس النهارده من خلال وزاره الاوقاف والكلمه اللي وجهها للامه بمناسبه المولد النبوي الشريف. الرئيس يوجه لاحترام حقوق المواطن وتخفيض الاسعار، يمكن دول الموضوعين البارزين اللي كانوا مسيطرين على اللقاء النهارده. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه لا يوجد شيء يخاف منه او يخاف عليه الا الشعب المصري، وانه بيعمل على البناء والامن ومحاربه الارهاب اللي بيهدد الأمة. قال الرئيس خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة مؤتمرات الأزهر اليوم الثلاثاء إن اللي بيأمن إن اللي بيؤمن بالإسلام والأديان السماوية لا يجب أن يقتل الناس كما تفعل الجماعات اللي شوهت الدين ووضعت تفاسير مغلوطة ليه تستخدم في القتل، واستغرب جدا من قتل الناس المختلفين في العقائد دون مبرر في الدين. وطالب الرئيس علماء الدين بالاهتمام بالفهم وتغيير الفكر الخاطئ بدلا من الحفظ فقط، واهتمام الدعاة بمظهرهم والاهتمام بتحويل ما يقوله الداعية ورجل الدين إلى سلوك. وطالب أجهزة الدولة باحترام كرامة المواطن والتعامل معه بما تؤكده الحكومة من كلام وتحويل ذلك إلى سلوك حقيقي، لأن كرامة المواطن من مظاهر الإنسانية والدين.
وجه الحكومة بتخفيض الأسعار مرة أخرى، وأكد أنه التقى بثلاثة من رجال الأعمال مؤخرا وطالبهم بتخفيض الأسعار حتى يهنأ المواطن بالراحة في بيته. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل للشعب المصري والحكومة ونواب مجلس الشعب وعلماء الدين قائلا لو عايزيني أمشي همشي من غير ما تنزلوا، يعني بشرط ان تكونوا كلكم عاوزيني امشي، مش هتيجي مجموعه توجه نفس الدعوات في مناسبه الاعياد اللي بنحتفل بيها. انا مش طامع في السلطه لان السلطه باراده الله. طبعا يعني ده في اشاره يمكن لبعض الدعوات اللي بنسمعها اخيرا عن النزول في 25 يناير او ثوره جديده، لكن الرئيس قال ان الدوله لا تحتمل ثوره جديده وان ده هيؤدي الى هدم الدوله. نتمنى كل الخير لمصر والمصريين، وحتى إن كان في معارضين لكن بحسب الإحصاءات اللي بنعملها يعني ما يقرب من 85% من العينات اللي بتعمل عليها إحصاءات مؤيدة جدا للرئيس يعني وداعمة ليه، حتى لو شعبيته تراجعت ما تراجعتش يمكن بأكثر من 5%، وده ربما يكون طبيعيا في ظل الأجواء اللي احنا فيها، وبالتالي لا مجال للحديث عن تغيير الرئيس الآن بأي وجه من الأوجه، وكفانا ثورات دعونا نبني. طيب وزير الدفاع كمان كان له كلمة مهمة النهاردة، قال رجالنا ماضون بإرادة قوية لمواجهة قوى الشر والإرهاب، ده اللي أكده الفريق أول صبحي صدقي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على قدسية أراضيه وحماية جبهته الداخلية من محاولات قوى الشر والإرهاب والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، مقتدين بالسيرة العاطرة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات بكل ثقة في القدرة على مواجهتها والتغلب عليها. هنئ الفريق صدق صبحي الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي الشريف، وده من خلال الكلمة اللي ألقاها بالنيابة عنه اللواء أركان حرب مجدي حجازي مساعد وزير الدفاع خلال احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة. شدد كمان على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل اعتبار، مؤكدا أن لمصر جيش قوي وكرمه الله وجعله مرابطا وأمينا على حمايتها يصون أمنها واستقرارها إلى يوم القيامة. حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة. كل عام وكل مصر بخير وحضراتكم طيبين. اليوم وأنا يعني آتية للقناة كانت الشوارع مزدحمة للغاية، يعني في دلالة على أن المصريين ما زالوا كما هم يعني بيشتروا طلباتهم على آخر لحظة وبيعرفوا وكأن العيد بكرة أو المولد بكرة في آخر لحظة، لكن كل عام وأنتم بخير ويا رب إن شاء الله نحيي سنة نبينا هذا العام ونستطيع أن نقتدي به في خلقه وفي تعامله مع الآخرين. من الأخبار المفرحة إن شاء الله للفلاحين هذا الخبر اللي بيتكلم عن معاش شهري لصغار الفلاحين بمقدار 500 جنيه. الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قال إنه تم تخصيص معاش شهري لصغار المزارعين من مالك الحيازة الزراعية وعمال الزراعة بمبلغ قدره 500 جنيه بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو إحالته إلى التقاعد، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. نوه الوزير في الكلمة اللي ألقاها نيابة عنه دكتورة دينا الخشن المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة في الحفل اللي أقامته الوزارة اليوم الثلاث بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمناسبة يوم الأغذية العالمي واللي بيقام تحت عنوان الزراعة والحماية الاجتماعية، قال أنه لابد من كسر حالة الفقر في الريف وده له أهمية كبيرة جدا للحماية الاجتماعية وللتخفيف من وطأة الفقر والتغلب على انعدام الأمن الغذائي وتوفير الأمان والاستثمار في سبل العيش لدى سكان الريف وتحسين الانتاجية الزراعية وضمان مستقبل أكثر استدامة. وأضاف أن منح مصر شهادة تأثير من الفاو بيؤكد أنها استطاعت أن تنفذ بعض برامج وأهداف الألفية للأمم المتحدة لمكافحة وتخفيض أعداد الفقراء والحد من الجوع ضمن 72 دولة في العالم. أكد فايد أن الوزارة حريصة على إدخال برامج الحماية الاجتماعية
ضمن السياسات الزراعية، وأهمها التوسع في الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمنتجات الزراعية، وتخطيط مناطق التوسع الزراعي الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة. إذا احنا بنعمل على عدة محاور، إذا كنا بنحاول ان احنا نستصلح أراضي جديدة، وكنا بنحاول ان احنا نعمل تصنيع زراعي، كمان بنحاول حماية المزارعين والفقراء منهم بكل تحديد علشان يقدروا يكملوا ويواصلوا ويعيشوا حياة صحية وآمنة. كاميرا الحصاد كانت متواجدة حيث أقيمت هذا اللقاء أو هذا الملتقى، وسجلت هذا التقرير اللي بنعرضه على حضراتكم. احتفال جهود الوزارة في تفعيل التنمية الريفية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي للارتقاء بالفلاح المصري لإحداث التمكين الاقتصادي للريف المصري وتحسين أحواله الاقتصادية. بنحاول برضو ان احنا نوصل زي ما قلنا بأحد الأهداف بتاعت الألفية، ان احنا نوصل لزيرو فقر في العالم، واللي هيساعدنا ان احنا نعمل ده الفلاح المصري مع جهود المجتمع بالكامل، لان احنا نشوف اهمية الزراعة في هذا البلد وترجع لمكانتها اللي كانت فيه قبل كده، ونرجع احسن من كده باذن الله. وتسعى منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فاو في دعم جهود الدول للنهوض بالزراعة، وتأتي مصر في مقدمة هذه الدول باعتبارها رائدة الزراعة في منطقة الشرق الاوسط، حيث تعمل المنظمة في معالجة وتحسين الأمن الغذائي. اليوم وضعت لنا هدف سامي لنا كلنا عند بالقضاء تماما، صفر جوع، مش 10% مش 5%، 5% دي كانت الغاية اللي كنا حطينا في الألفية، والحمد لله مصر كانت من 72 دولة وصلوا قدروا تمكنوا من هم ان يوصلوا للغايه دي. ياتي احتفال منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده هذا العام تحت شعار الزراعه والحمايه الاجتماعيه وكسر حاله الفقر في الريف المصري، وهذا ما تعمل عليه مصر بالانطلاق الى افاق ارحب في ريف جديد من خلال مشروع 1.5 مليون فدان. فهل يا ترى ستتكاتف الجهود الدولية مع مصر لتعظيم الإنتاج الزراعي إقليميا ودوليا؟ عودة لحضراتكم مرة تانية. احنا عارفين طبعا ان احنا بنصدر حصلات زراعية متنوعة بيأتي في مقدمتها البطاطس، لكن عشان نصدر البطاطس لروسيا او دول الاتحاد الاوروبي او دول العربية في شروط معينه موضوعه غير طبعا كفائتها، لكن دول الاتحاد الاوروبي بتشترط انها تبعت لنا التقاوي من عندها، تقاوي البطاطس. احيانا التقاوي دي بيكون ضمن المواصفات او غير مطابقه للمواصفات فبيتم رفضها، وده فحوى الخبر القادم. الزراعه بتتكلم عن استيراد 88 الف طن تقاوي بطاطس ورفض 2200 طن لعدم مطابقتها للمواصفات. ده اللي كشف عنه تقرير صادر عن الاداره المركزيه للحجر الزراعي بوزاره الزراعه، وهذه هي الارقام التي تم استيرادها بالفعل، 88 الف طن بطاطس، لكن تم رفض 2200 طن منها، وهي شحنات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الاستيراد وحتى الآن، وده لعدم مطابقتها للقرار الوزاري الخاص باستيراد تقاوي البطاطس رقم 1485 لسنة 2015، وكذلك تشريعات الحجر الزراعي. أوضح موسى أنه يتم إعادة تصدير الكميات المرفوضة لبلد المنشأ لمنع دخول أي أمراض حجرية أو آفات غير موجودة بمصر إلى البيئة الزراعية المصرية. وأشار سعد موسى إلى أن كميات البطاطس الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بلغت حتى الآن 88 ألف طن منذ فتح باب الاستيراد، مضيفا أنه من المتوقع استيراد 130 ألف طن تخلو من أي أمراض حجرية، وأكد أنه يتم فحص رسائل تقاوي البطاطس الواردة من الخارج بدقة في مواني وصول الحجر الزراعي. هنشوف أكتر الحاجات اللي يعني اللي بتتعمل في الحجر الزراعي فيما يتعلق بهذا الموضوع. معنا على الهاتف دكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. أهلا بحضرتك دكتور سعد. أنا عارفة طبعا أن أنتوا العين الساهرة اللي بتمنع دخول أي شيء ممكن يضر بينا أو بالبيئة الزراعية. تفاصيل يعني شحنة تقاوي البطاطس اللي تم رفضها إيه؟ والله يا فندم احنا طبعا هي مش شحنه واحده، احنا طبعا بيجي لنا رسائل البطاطس، كل رساله بتبقى طبعا تبع شركه معينه او مستورد معين. الرساله بتتراوح من 3000 ل 4000 واحيانا 5000. احنا طبعا بيتم بواسطه لجان من الحجر الزراعي، من مفتشي الحجر الزراعي الموجودين في محطات الشركات المستورده،
بيتم فحص هذه اللقطات، بتبقى جايه بصوره لقطات، بيتم فحص هذه اللقطات، بيتاخد عينات عشوائيه من كل لط، وبناء عليه بيتم الفحص، فحص ظاهري، واذا ما كانش في اي مشاكل في الفحص الظاهري اللي بيتم على البطاطس بيؤخذ منه عينات الحقيقه عشوائيه، وبيرسل هذه العينات الى مشروع العفن البني كمان للتأكيد إذا كان في أي إصابات، سواء كانت إصابات خاصة بالعفن البني أو غيره. الفحص اللي بيتم طبقا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، طبقا للقرار الوزاري اللي هو 1485 لسنة 2015. البطاطس الحقيقة هي المحصول الوحيد اللي بيبقى له قرار وزاري خاص به، نظرا لأن احنا الحقيقة بنستورد كميات كبيرة جدا منه سنويا، وبنستورد هذه الكميات كل سنه في من دول الاتحاد الاوروبي. فاحنا الحقيقه كحجر زراعي مسؤوليتنا الاولى هي الدفاع او وحمايه الثروه الزراعيه المصريه. واحنا السنه دي الحقيقه عاملين منظومه جديده زي ما حضرتك عارفه في منظومه العمل بالحجر الزراعي، وهي بقى عمل لجان تفتيش وعمل ولجان لجنه اداره ازمات، وكل ده بحقيقه بيتم فيه تناغم وتناسق على اعلى مستوى، بحيث في النهايه ان احنا نبقى متاكدين جدا ان فيه البطاطس اللي هي بتمر داخل البيئه المصريه بتكون صالحه تماما وامنه جدا على البيئه المصريه وخاليه من اي طيب. افات. هل رفضنا لبعض الشحنات يا فندم نتيجه طبعا لعدم مطابقتها للمواصفات ممكن يعني يجعل الدول المفروض انها تستورد مننا البطاطس فيما بعد يعني هي كمان تعمل اجراءات شديده او يعني ترد بالمثل، ولا هم متفاهمين لده وبيطبقوا جميعا القواعد الحجريه؟ احنا طبعا في تفاهم ما بيننا وبين دول الاتحاد الاوروبي على اعلى مستوى، وهم عارفين كويس جدا ان القرار الوزاري ده وما فيه من اشتراطات عارفينه كويس جدا، واحنا باعتين صوره منه ومترجمينها الحقيقه وبعتناها دول الاتحاد الاوروبي، فعارفين ايه هي الاشتراطات بتاعتنا ان احنا بنستورد بيها البطاطس والبطاطس، والحقيقه بيحترموها زي ما بنيجي نصدر لهم بطاطس. الحقيقه كمان هم احنا لابد ان احنا نحترم الريكوايرمنتس او احتياجاتهم بالنسبه للبطاطس المائده اللي هي بتصدر من هذه البطاطس. يعني احنا اساسا البطاطس اللي جايه دي كتقاوت تزرع كعروه صيفي، والعروه الصيفي دي بيبقى من نسبه التصدير منها هي العروه التصديريه الرئيسيه اللي بيتم تصدير حوالي من 650,000 ل 750,000 سنويا لدول الاتحاد الاوروبي والدول العربيه ودول الخليج. نعم، انا بشكر حضرتك دكتور مسعد موسى رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي، شكرا جزيلا لحضرتك، وفي متابعه لباقي اخبارنا، وطبعا كلنا بنتابع انه السياحه كانت متوقفه بعد حادثه طياره روسيا في منطقه سيناء، وان احنا دلوقتي بنحاول نعمل اي اجراءات من شانها طمانه هذه الدول لعوده السائحين مره اخرى، منها استعانتنا ببعض شركات الامن في الطيران خارجيه وبالتحديد شركه بريطانيه. وزير الطيران اعلن عن التعاقد مع شركه عالميه لتعالج عزز أمن الطيران بالبلاد. أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني على أهمية قطاع الطيران اللي بيعد جزء أساسي من قطاع السياحة، وشدد على أهمية الخطوات اللي بتتخذها مصر لاعتماد أقوى التدابير الأمنية في مطارات البلاد. وأضاف خلال كلمته اللي ألقاها في مؤتمر الإعلان عن الشركة الفايزة بمراجعة الوضع الأمني بالمطارات المصرية إن التعاقد مع شركة عالمية رائدة لتقييم جاهزية المطارات المصرية والحصول على المشورة اللازمة لتطويرها بيشكل فرصة كبيرة بتمكننا من تبني معايير عالمية لتعزيز أمن الطيران في البلاد. وتابع الوزير بنتعاون سواء وزارة الطيران المدني مع الوزارات الأخرى والشركاء والجهات التنظيمية الدولية لضمان انسجام الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية مع أرقى المعايير الدولية. وأعرب الوزير عن سعادته باجتياز مصر مؤخرا عملية التدقيق لأمن المطارات من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وده بحضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية. التقييم كان إيجابي للغاية، واختتم الوزير أنه بيرحب بالتعاقد مع شركة كنترول ريسكس التي ستتولى تقييم الوضع الأمني الراهن واقتراح التحسينات،
وبيتطلع للتعاون مع فريق الشركة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أرقى المعايير العالمية. إذن حتى الآن يعني الإجراءات الأمنية اللي موجودة واللي تبعها شركاء الأجانب كلها مطمئنة، لكن عشان نتبع المعايير العالمية ونكون يعني زينا زي أي دولة في العالم تم الاستعانة بهذه الشركة. لا ضرر أبدا إنها تحط سيستم وبعد كده تمشي علشان نقدر نستعيد السياح ونستعيد سمعتنا في مجال أمن المطارات. كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن ان وزارة الداخلية بتتخذ بعض الاجراءات علشان تحسن من الصورة الذهنية وتستعيد ثقة المواطنين، وعلشان ده دورها الحقيقة رعاية المساجين سواء في الاقسام او في اماكن الحجز او في السجون، اللي في الايام اللي فاتت للاسف انتشرت كتير من الاخبار عن وفاة البعض داخل السجن او وفاته في الحجز او غيره، مما دفعها لتبني هذه السياسة وهي سياسة القوافل الطبية. في قوافل طبية ضخمة بتوقع الكشف الطبي على 697 سجين. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لسجون وادي النطرون ملحق وادي النطرون 440 الصحراوي. قاموا بالاشتراك مع أطباء هذه السجون في توقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لعدد 2161 سجين. وتم توجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لسجن طنطا العمومي لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن وصرف الأدوية اللازمة ل 378 سجين. وتم تحويل 4 سجناء لمستشفيات خارجية. تحركت قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لسجن بورسعيد العمومي لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن وصرف الأدوية اللازمة ل 319 سجين، منهم 54 نزيلة بعنبر النساء، وتم تحويل سجينتين لمستشفيات خارجية. وأكدت وزارة الداخلية استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية. نتمنى طبعا ان يعني موضوع القوافل ده يستمر بشكل دائم مهما كان في اطباء بنحترمهم ونقول لهم داخل السجون، لكن اكيد اعدادهم بتبقى قليله، محتاجين دعم من اطباء زملاء حتى من وجهه نظر انسانيه. ده في يعني اطباء يعني اللي بيسافروا بلا حدود، اطباء اللي بيعبروا الحدود علشان يروحوا يعني ينقذوا المرضى اللي موجودين في اماكن مجاعات او اوبئه او غيره، واحنا برضو سجوننا محتاجه لده، فيها ناس كتيره جدا تعبانين محتاجين اعاده كشف، خصوصا السيدات. اكيد بعض السيدات بتعاني من امراض ومش قادره يعني تعبر عن نفسها يعني وهي سجينه، فبنشكر هذه السياسه ونرجو استمرارها باذن الله. المنطقة المركزية العسكرية طورت البنية الأساسية لست قرى بالفيوم والمنوفية، وده خبر جميل بنشكرهم عليه. اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم افتتحوا عدد من مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكهرباء والتعليم، نفذتها القوات المسلحة بقرى الخالدية بمركز إبشواي والمحمودية بمركز إدسا والجمهورية بمركز طمية، وبتعد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم. شملت أعمال التطوير في هذه القرى إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي ومحطات لرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء وصلات منزلية وخطوط مياه للشرب ورصف الطرق وتركيب الأعمدة ومحولات الكهرباء بقدرات عالية لخدمة أهالي القرية. وقامت المنطقة المركزية العسكرية بتطوير ورفع كفاءة مدرسة الخالدية الابتدائية المشتركة، وقام قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية افتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية اللي نفذتها القوات المسلحة بكرة قفر طبلوها بمركز تلا والبتنون بمركز شبين الكوم وقرية ميت أبو شيخة بمركز ويستا، وبتعد من القرى الأكثر احتياجا من محافظة المنوفية. وتضمنت المشروعات اللي نفذتها العناصر الهندسية التابعة للمنطقة المركزية العسكرية في هذه القرى إحلال وتطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة رفع ومعالجة مياه صرف صحي، بالإضافة لعمل التوصيلات المنزلية وتمهيد وإنشاء طريق وكوبري مشاه معدني. كل الشكر والتقدير للمنطقة المركزية العسكرية. القرى دي فعلا من القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، خصوصا قرى الفيوم اللي يعني هي من أكثر الأماكن اللي فيها بطالة واللي فيها فقر في مصر، فبنحييهم على مجهوداتهم في هذه المحافظات ونرجو متابعة هذه الجهود.
طبعا برضو احنا دايما يعني الحاجة الأساسية عند المواطنين هي توفير احتياجاتهم من الغذاء ومن السكن، فبنتكلم دايما عن وزارة التموين وبتكون محور لحديثنا. عشان كده وزير التموين بدأ بتفقد بعض المخابز والأسواق في بعض أحياء القاهرة. دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قام بجولة تفقدية على بعض المخابز والمستودعات ومحلات البقالة والأسواق بمنطقة السيدة زينب والخليفة والقلعة والإباجية وعين الصيرة، واطمن على توفر احتياجات المواطنين من الخبز طوال اليوم بدون طوابير، وتوفر السلع التموينية وسلع نقاط الخبز لدى البقالين التموينيين، وانخفاض أسعار السلع والخضر بالأسواق. التقى خلال جولته مع المواطنين اللي أعربوا عن تقديرهم للرئيس السيسي والوزير التموين لنجاح مبادرات خفض الأسعار وتوفير كافة السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وأشاد المواطنين بالمجهود اللي بتقوم به وزارة التموين لتطبيق منظومة الخبز والسلع التموينية والقضاء على طوابير الخبز. وطلبوا من وزير التموين أنه يطلب من بعض أصحاب المحلات للبقالة التموينية توفير ثلاجات بمحلاتهم لإمدادهم باللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة. طبعا معروف أن كتير من محلات البقالة التموينية كانت بتبقى محلات متواضعة جدا، حقيقي بدأوا يطوروا نفسهم، لكن بعضهم فعلا علشان نقاط استبدال الخبز ما عندهمش ثلاجة لعرض اللحوم ولا الخضروات الفريش ولا غيره، وبالتالي ده طلب مشروع جدا يعني ممكن إن شاء الله يرعى في الوقت القادم، أو بنتمنى ذلك من الوزير مع محلات البقالة. وفي حالة عدم توافر الكلام ده عند محلات البقالة كنا سألنا يعني مستشار وزير التموين سابقا وقالنا هتكون متوفرة في المجمعات الاستهلاكية كلها وممكن استبدال النقاط منها. طيب كمان في دايما بنسمع اليومين دول عن امتحانات ومسابقات للتعيينات، يا رب ان شاء الله كل الناس اللي عندها بطالة تقدر تتغلب على بطالتها وتلاقي فرص عمل ليها مناسبة لقدراتها. التضامن بتعلن عن امتحان تحريري للمتقدمين في مسابقة وظائف التأمينات الاجتماعية، ده اللي أكدته دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انه بالفعل تم مؤخرا مع وزارة التخطيط الاتفاق لإعداد أسئلة للمتقدمين للتعيينات في مسابقة التأمينات، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة التعليم لتوفير معامل لإجراء امتحان تكميلي تحريري لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحان. أضافت الوزيرة في تصريحات اليوم إن الإجراء ده بيأتي بعد تلقي شكاوى للمتقدمين من الامتحانات السابقة، وأوضحت إنه بيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول كل شخص على حقه وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قررت إجراء امتحان تكميلي لمن يتقدم لمسابقة التعيينات بالتأمينات الاجتماعية، وإن الامتحان ده يكون من خلال التسجيل الإلكتروني منعاً للتلاعب والمجاملات في اختيار المتقدمين من حملة المؤهلات العليا، إضافة أنه حيتم عقد امتحان تحريري ليهم. بنتمنى إن شاء الله النجاح لكل أصحاب الحق والتوفيق للجميع. بنختتم أخبارنا مع حضراتكم بهذا الخبر الجميل اللي بيؤكد كل يوم عظمة المصريين القدماء. مصر عظيمة ومصر طول عمرها عظيمة بأبنائها، لكن اليومين دول يبدو أن مصر أعظم من أبنائها، فبنتمنى أن أبنائها يحاولوا يكونوا عظماء بقدر عظمتها علشان نشهد يعني مثل هذه المعجزات اللي تركها لنا أجدادنا القدماء، ومنها المعجزة اللي هنتحدث عنها الآن. الأقصر بتشهد فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك. شهدت مدينة الأقصر فجر اليوم فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك اللي بدأ في الساعة 5 فجرا واستمر حتى 7 صباحا، وده الاكتشاف اللي رصده وتوصل إليه مركز البحوث الأثرية في جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر. بيجري الاحتفال به للعام الرابع على التوالي في احتفالية سياحية وفنية شارك فيها محافظ الأقصر وعلماء الأثار والفلك بجانب عدد من علماء المصريات وعدد كبير من السياح اللي بيزوروا الأقصر في هذه الفترة ومسؤول السياحة والثقافة والأثار. الاحتفال بدأ بالتواجد في ساحة معابد الكرنك لرصد الظاهرة في الساعة 5:30 مع عرض موسيقي أثناء شروق الشمس في أرجاء المعبد. عقب ذلك تم التوجه داخل المعبد وتتبع أشعة الشمس على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس في الساعة 7 لرصد الظاهرة. بعد ذلك تم التوجه للبوابة الشرقية في نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس عبر البوابات. هنعرف في مزيد من التفاصيل مع الأستاذ إيهاب موسى مؤسس ائتلاف دعم السياحة. أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب.
اهلا بيكي. يعني راي حضرتك في اقامه مثل هذه الفعاليات ويعني دورها في جذب الانظار الى سياحتنا في مصر؟ بصي يعني انا عايز اتكلم بمنتهى الصراحه. اتفضل. المشهد حزين اليومين دول انه احنا قبل الكريسماس بيومين وعدد السائحين في مصر عدد فعلا قليل جدا. يعني خلينا نعترف ان احنا عندنا مشكله دلوقتي ان مفيش عدد من السائحين كافي. اما يبقى النهارده بيوصل لنا 6000 سائح يوميا، طبيعي ان في الوقت ده احنا بيكون عندنا فوق ال 60000 سائح بيجوا يوميا. احنا النهارده 6 بس، يعني كل يوم بيعدي بنخسر فيه حوالي فوق ال 50000 سائح. الكلام ده كان المفروض يحصل طول شهر ديسمبر، يعني المفروض النهارده يبقى في مصر اكثر من 2 مليون سائح، ده مش موجود. فاحنا عندنا مشكله. طبعا الحكايه بتاعت ان احنا بنعمل احتفالات التعامد الشمس والكلام ده في الاقصر، وامبارح كان في الكرنك وفي الفيوم في قصر قارون. تعامد الشمس اللي احنا بنعرفه في التاريخ هو ابو سمبل يوم 22 اكتوبر ويوم 22 فبراير. دول عيد الحصاد 22 فبراير، المصريين كلهم عملوا التاريخ ده عشان يقولوا للناس انزلوا الغيط هيبقى حوالي 15 امشير، اعملوا يعني اجروا المحصول. ويوم 22 اكتوبر بيقول لهم ابتدوا زراعه المحصول بعد موسم الفصل بتاع الفيضان. دول التواريخ المضبوطه. اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ده يعني انا خايف يضيعوا لنا المعنى الاصلي اللي عملوه اجدادنا في ابو سمبل. الاعجاز كان في ابو سمبل. كان في ثلاث الهه، الاله امون والاله رع حطب والاله ورمسيس الثاني وفتاح. دول كانت الشمس تنزل على الثلاثه منهم. يعني حضرتك بتقول انه يعني ان في وجهه نظرك الحقائق المؤكده هي المتعلقه بابو سمبل، لكن يعني طب دلوقتي جمعيه المرشدين السياحيين قالت انها ده توصلت للكشف. هم احنا بصي المرشدين السياحيين واحنا كلنا بنحاول نعمل اي احتفاليات، بنحاول نرجع السياحه الموجوده اللي هي عايزه لازم تفعيل المجلس الاعلى للسياحه. ما ينفعش السياحه تمشي براي واحد بس. طب انا عايز اسالك، يعني انت بتقول دلوقتي للاسف عدد السائحين حضرتك بتقول طبعا ان عدد السائحين ضئيل للغايه بكل اسف، واحنا خلاص على وشك الاعياد اهو، ايه البدائل المتاحه؟ هل ممكن نعتمد على السياحه في القاهره لحين انقشاع الازمه دي يعني، ويبقى القاهره هي المدينه المقصد؟ بنتكلم على دوله، بنتكلم على ان احنا مش على العاملين في السياحه، بنتكلم على ان مصر عايزه عمله صعبه. صحيح. مصر عايزين الاحتياطي بتاعنا، الاحتياطي العمله النقديه في مصر البنك المركزي عايزينه يعلى، مش عايزينه يفضل يقل كده. صح. احنا بنتكلم على الدوله مش على قطاع السياحه. الدوله الحاجه الوحيده اللي هتخلي الاحتياطي النقدي بتاعنا من العمله الاجنبيه يزيد ان يبقى في سياحه بجد وسياحه كميه كبيره. الكلام ده لازم يتعمل له فورا تفعيل المجلس الاعلى للسياحه، وزاره الطيران تقعد مع وزاره السياحه مع وزاره الاثار. وزاره الاثار عندها اخبار حلوه جدا على فكره، هي شغاله صح. وزاره الاثار النهارده عندها اكتشافات في الهرم، عندها اكتشافات في مقبره توت عنخ امون. الكلام ده اخباره يعني اقوى من اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني المهم طب لهذه الاخبار بشكل كويس في نظرك، يعني احنا بنعمل كشوفات لكن هل نستطيع الدعايه ليها بشكل جيد، ولا برضه نقطه الدعايه عندنا مش مظبوطه؟ لا كويس، بس احنا المشكله الاكبر ان احنا ما عندناش طيران ينقلنا الاجانب من بره. أيوة. مفيش طيران. يعني وزاره وزاره الطيران بعت شويه. مفيش طيران والاسعار غاليه جدا. ايوه علينا وعليهم الحقيقه للاسف. شكرا جزيلا، بشكر حضرتك استاذ ايهاب موسى مؤسس ائتلاف دعم. محتاج ايه؟ محتاج ان احنا المرور يبقى مظبوط، محتاج يكون في يعني راحه للسائحين، محتاج نمنع ظاهره التسول في كل مكان والفهلوه على السائحين، ونهتم باثارنا. حاجات كتير قوي محتاجين نعملها، وحاجات بسيطه لو وعينا الناس باهميتها ممكن تحصل. بكده بنكون وصلنا لختام فقرتنا الاخباريه النهارده. بعد الفاصل عندنا فقرتين، الفقره الثانيه هتكون عن تنميه الثروه الحيوانيه، اما الفقره اللي هنلتقي بها مباشره بعد الفاصل فهتكون عن تاثير رفع فائده الدولار على مصر وعلى المنطقه العربيه. هنعرف اكثر عن هذا الموضوع بصحبه الاستاذ احمد ادم الخبير المصرفي، فابقوا معنا بعد الفاصل.